كنا نسمع الرمبا وإيقاع العربي، هم بدأ يدخل إيقاع الشعبي هذا. وين تشوف وين وصلت الأغنية الإماراتية الآن؟ خلاص وصلت يعني جد، إذا تعدت مو وصلت بأمانة، لأنه يمكن فعلا كان شوي شوي كانوا الناس بدوا يسمعون الإيقاع الشعبي، شوي شوي صاروا فنانين عرب يغنون الأغنية الإماراتية بالإيقاع الشعبي، وشوي شوي صاروا يسمعونها في كل مكان ويرقصون على الإيقاع في كل مكان. شو ما إن شاء الله في أمريكا شغل أغنية إماراتية معروف إنها إماراتية والناس كلها بتتجاوب معها وتتفاعل.